ياسين الكاسح، فونينج، الحمروني والحداد، ثلاثية التحكيم. خلي باش يكون في رادس ذهاب بين 13 في ملعب حماد العقبي برادس امام الاتحاد الرياضي، تسلم رمز البطولة الوطنية لموسم 2023 للنادي الرياضي القربي روجي اولو. دي مرة الكرة لبوشنيبة، بوشنيبة التصويبة من بوشنيبة سهلة في مناطق توصل الكرة. يوسف العبدلي، يوسف العبدلي وجه لوجه، والهدف الأول يوسف العبدلي افتتح النتائج. كرة فما حسام تقاع، حسام تقاع ممتاز العملية، يراوغ بيتي بون من حسام تقاع يعدي الكرة لبوشنيبة، بوشنيبة يرفع في مناطق الجزاء. يوسف، يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، يوسف البلايلي يدخل 18، يراوغ ممتاز العملية، يوسف البلايلي يتعدى يوسف وركنية، تنفيذ ثنائي للركنية، يوسف يراوغ ممتاز المراوغ من يوسف البلايلي ويرفع الكرة فما بالراس من حسام تقاع، يخرج الكرة ليوسف العبدلي وقبله ادوميسيل 2-2 موسم 2021 في الذهاب تمشي ليانساس، فرصه يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، يانساس، يانساس، يانساس يرفع في مناطق الجزاء، وحمزه الغاني، يوسف البلايلي كره ترجع ليانساس، يون دو مع يوسف البلايلي ما تخلط، يانساس، يوسف البلايلي ممتاز العمليه، بوشنيبه في ال 18 وتدخل من الاوند، استرجعها يوسف العبدلي ناحيه يانساس، ياخذها يانساس، يانساس والبلايلي وتسديده مكرجي بسرعه، يوسف البلايلي ناحيه العبدلي او ناحيه يانساس، يانساس، يوسف البلايلي، يانساس، 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 تسديده من يانساس والهدف الثاني، ممتازه العمليه، سيكونس نتاع بوسيسيون. المستقبل سيما تتفك من يانساس، ما فماش فوت، وتمشي ليوسف البلايلي، يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، وتسديده تضرب تفتك الكره تمشي ليانساس، يانساس، يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، يانساس، ما فعلا تسديده مباشره من منو دربالي، وائل الدربالي، يوسف البلايلي، كروشيه من يوسف وتسديده من يوسف وفرصه كبيرة من يوسف، واحد يوسف البلايلي روتري ناحية وائل ترجع من الديفونس، ثم روجي حط على ساق نوعا ما سهلة في دين حمزة الغانمي، والخليل الترابلسي يعلن حمزة الجلاسي باش، ولهنا فرصة لمنوبي الحداد، اختيرة، اختيرة العملية لمستقبل سليم بحداد، منوبي حداد، منوبي الحداد، توصل الكرة لفراس البلايلي وجه لوجه، فراس البلايلي يراوغ ويسجل في راس رائد بوشنيبه، يرفع الكره رائد بوشنيبه وراسيه، مستقبل سيمان تمشي هجوم عكس منوبي الحداد ناحيه فارس البلايلي وتسديده من فارس البلايلي تتعدى قريب، يوسف، يوسف البلايلي، يوسف البلايلي في مناطق الجزاء مع زوز لاعبين، يتعدى يوسف وتسديده من يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، موكوانا، موكوانا رميز حسام تقا وممتازه العمليه، مرياح، ياسين مرياح، تمريره لرائد بوشنيبه فماش اورجو، رائد بوشنيبه يرفع الكره ما تخلطش الكره لا ترجع لاندري، ثم توصل ليوسف البلايلي في مناطق الجزاء، يعطي ورقه صفراء للاربيتر تاع سيمولاسيون ليوسف البلايلي، من منتصر التريكي حكم يقول فماش مخالفه، تسديده من البلايلي وبشير، يوسف البلايلي يراوغ، يوسف يوصل الكره رائد بوشنيبه، يندو مع رائد بوشنيبه، يوسف البلايلي، يوسف البلايلي يوسع الكره ما يخلطش الكره ما ياخذهاش قصي السميري، وقصي السميري حاول ممتازه، ممتازه محمد بن علي تضرب الكره في الدفاع وعمليه فرصه هدف الكيباسوي، مازالت الياس موكوانا البلايلي يرفع الكرة البلايلي في مناطق الجزاء، اختير العملية وتصدي ممتاز من البلايلي، فارس البلايلي يراوغ يدخل مناطق الجزاء، هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم خليل طرابلسي على نهاية المباراة بفوز الترجي الرياضي بنتيجة هدفين مقابل صفر أهداف، العبدلي في الدقيقة الثالثة وينساس في الدقيقة 23، نلتقي إن شاء الله في موعد قادم.